قبل عام تقريبا تنبأ صديقان أشرف حكيمي وكيليان إمبابي بأن يتواجها في مونديال قطر، وتوعد كل منهما الآخر بتحطيمه. وبعد تعليق صداقتهما لمدة 90 دقيقة سرعان ما عادت مشاعر الصداقة بمجرد إطلاق صافرة النهاية. لكن ما كشفه وليد الرجراجي مدرب أسود الأطلس لأول مرة عما قاله حكيمي قبل هذه مفاجأة ومواجهة مفاجئة، فماذا قال؟ هذا ما سنعرضه لكم بالتفصيل خلال هذا البث المباشر، فأهلا بكم. كشف وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب كواليس عن المواجهة المباشرة بين حكيمي ومبابي قبل موقعة نصف نهائي مونديال 2022. صرح الرجراجي خلال استضافته عبر قناة كانال بلوس الفرنسية: حكيمي ومبابي أكثر من مجرد أصدقاء، إنهما إخوة. أضاف المدرب المغربي في تصريحات مفاجئة: لقد تحدثت مع أشرف قبل المباراة وقلت له ستواجه صديق، ليرد حكيمي في المباراة: لا توجد صداقة ولا أعرفه. وأضاف: قلت لأشرف أنك ستلعب ضد صديق في كأس العالم، رد قائلا: لا مجال للصداقة أثناء المباراة. ولقد كانت منافسة عظيمة بينهما. هذا وتفوقت فرنسا على المغرب بهدفين مقابل لا شيء قبل أن ينهي أسود الأطلس مشوارهم في المونديال باحتلال المركز الرابع. وعن ذلك قال الرجراجي: شعرنا بالندم والحسرة بعد الخسارة أمام فرنسا، لم نكن بعيدين عن التأهل للنهائي وأيضا تحقيق إنجاز كبير، لكن هذا أمر واقع في المنافسات القوية. كما أننا عانينا من مشاكل بدنية قبل النهائي، وبخصوص تجديد عقد ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا حتى يوليو 2026، أجاب بأنه يستحق البقاء في منصبه. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا البث المباشر، شكرا لكم وإلى اللقاء.